أنت ما تحب تشارك استكان الشاي ويا 10 أشخاص، ومع ذلك أنت دا تشارك الأرجيلة مع العشرات. اللي دا شوفه هو الجزء الداخلي لأنبوب الأرجيلة، بيئة مناسبة لنمو جراثيم الأمراض. استخدام الأرجيلة يسبب انتشار الكثير من الأمراض المعدية مثل السل والأمراض التناسلية والتهاب الكبد الوبائي، وتغيير المبسم لا يزيل تلك المخاطر.